دكتور مصطفى رزاز، عايز أسأل حضرتك كأستاذ في الفنون الجميلة، يعني مصر كل سنة بتخرج من كليات الفنون الجميلة المنتشرة في محافظات مصر عدد كبير جدا من الطلبة والطالبات خريجين، أين يذهبون؟ أين يعملون؟ إيه الإضافة اللي بيعملوها في الحياة الفنية في مصر؟ حضرتك احنا عندنا فعلا كليات، عدد من كليات الفنون الجميلة وكليات الفنون التطبيقية وكليات التربية الفنية وكليات التربية النوعية، فبنخرج عدة آلاف كل سنة. أيوة. لكن اللي عايز يبان انه الكليات دي بتخرج ناس عندها مهارات وعندها معلومات وعندها خبرات عملية، لكن ما بيخرجش فنانين، عشان الفنان له متطلبات أكتر من التعليم المهني اللي في الحدود دي، وإلا كان عامله مدرسة الصنايع تعلم مهارات. إنما الفنان يحتاج أنه يكون عنده ثقافة عالية ومتنوعة ومتشبعة متشعبة، وأنه يكون حريص أنه ينمي البعد الثقافي والمعرفي والفلسفي بتاعه الى اعلى درجه طول الوقت، يبقى يعني كان مهنته انه يقرا وانه يناقش وانه يحضر ندوات وانه يقول رايه وانه يختلف وانه يكتب ساعات. الحكايه دي بتنعش المهارات وشويه الموهبه اللي موجودين وبتدي لهم مسار انهم يتحولوا الى مسار الفنان. فاحنا للاسف ان كلياتنا ما بتزودش الدارسين اللي فيها بالجانب ده. فبنطلع ناس عندهم مهارات وبيشتغلوا، كلهم بيطلعوا يشتغلوا في مجالات مختلفة مفيدة. يعني حد يشتغل في مصنع تصميم أزياء، تصميم أقمشة، الزخارف النسجية، أو حليات على سيراميك أو حاجة، بيشتغلوا شغل مهم وبينفع في الصناعة وفي الإنتاج. فيعني هم مفيدين جداً وليهم المشارب بتاعتهم، لكن هما ما بيطلعوش فنانين. اللي بيطلع فنان منهم اللي عنده دافع ذاتي ان هو يعني يتخذ المجرى بتاع ان الواحد يبقى فنان، فيثقف نفسه ويعرف ويتناقش زي ما قلت، ويروح يحضر المعارض ويحضر الندوات ويكلم الفنانين اللي قبله واللي بعده. لانه الفنان عشان يبقى فنان اصلا لازم يبقى له وجهة نظر. ما لا يبقى فنان يعني يعمل أي حاجة تتقال له، لازم يبقى له اختيار معين وانحياز معين، وجهة نظر هيجيبها منين؟ مش من اللي تعلمه، لأن كلنا تعلمنا حاجة واحدة مع بعض زي بعض. فهجيب الوجهة النظر منين إلا من الزاد الثقافي المركب والمهم، ومن الاحتكاك بالحركة الثقافية وبالمجتمع العام. يعني الواحد كل، يعني أنا مثلا فاكر قوي يعني وأنا شاب صغير خالص، كان الله يرحمه رئيس هيئة مصلحة الأداب والفنون الأستاذ عبد القادر رزق، كان شخصية مهمة جدا، كان الناس بتخاف منه قوي. قالوا لي الأستاذ عبد القادر رزق عايز يقابلك، فرحت قابلت، كنت عملت معرض يظهر إنه عجبه، فرحت قال لي يا رزاز انا معرضك عجبني، والله ده فخر كبير جدا وسعيد جدا. قال لي مبروك خير، انا امبارح ادينا لك تفرغ للانتاج الفني، منحه تفرغ. الفنانين كان وقتها يعني ممكن يعني واحد يقطع ايده عشان ياخد منحه تفرغ. فانا قلت له بس انا مش عايز. قال لي يعني ايه، انت مجنون ولا شويه ولا حاجه ولا ايه؟ قلت له انا مش مجنون، انا مش عايز منحه تفرغ، انا بشتغل اصلا 15 ساعه في اليوم، فهتفرغ عشان اشتغل ايه تاني؟ قال بلاش الكلام فارغ، روح استلم المنحه. فاستلمت المنحه، بعد اسبوع رحت له قلت له ارجوك عايزك تخليني اسيب المنحه. قال لي ايه؟ قلت له انا ما بركب الاتوبيس بلاقي ناس بتتخانق، ساعات بتخانق معاهم، وبلاقي ناس كذا وبلاقي كذا، فبعيش في وسط الناس. بتتفاعل يعني مع الحياه يعني. فبيطلع مني حاجات، دلوقتي برجع انا فاضي ما اوريش اي حاجه، اقعد قدام الكانفاس مش ما بيكلمنيش. فده اللي قصدي اقول ان الفنان لازم يبقى عنده ثقافه ولازم يبقى عنده احتكاك بالمجتمع، عايش في المجتمع، تفاعل مع الحياه بالظبط.